أعلنت لجنة انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر فوز دكتور القس أندريا زكي بمنصب رئيس الطائفة ودكتور القس جورج شاكر بمنصب نائب رئيس الطائفة لفترة جديدة. أوضحت اللجنة أنها بدأت عملها بموجب قرار بتشكيلها من المجلس الإنجيلي في اجتماعه بتاريخ 21 من ديسمبر 2022، مؤكدة أنها باشرت أعمالها بكل دقة وشفافية بالسير في كافة الإجراءات من تلقي طلبات الترشح والنظر فيها وفتح باب تلقي الطعون ودراستها وصولا إلى المرحلة الأخيرة وهي عملية إجراء الانتخابات. النهاردة إن المجلس الملي يعطيني الأصوات بالإجماع، فده كان وسام على صدري وأعطاني مسؤولية جديدة ودور مهم على المستوى المحلي. أنا مهتم بالكنائس المحلية ودعم الكنائس المحلية وأن الكنيسة المحلية تكون لها دورها الروحي والاجتماعي وأن تنفتح على المجتمع وأن تخدم المجتمع وأن تقدم دعمها للمجتمع وأن تتضامن معه. طبعا إحنا مستمرين، كنا من 8 سنوات منتخبين وبنكمل مدة أخرى. المجلس الإنجيلي العام يعني أعطانا مدة أخرى بالانتخاب الحر المباشر بانتخابات ديمقراطية. تميز الطائفة بالتنوع اللي فيها، يعني المرشح أي شخص إنجيلي من حقه ترشح لمنصب رئيس الطائفة، وكان لدينا أول رئيس للطائفة سنة 1902 لم يكن قسيسا، كان محامي شهير اسمه أخنوخ فانوس تولى رئيس الطائفة سنة 1902، ويحق لأي شخص الترشح. لكن الذين لهم حق التصويت والانتخاب هم أعضاء المجلس الإنجيلي العام، هم حاليا 20 عضو بما فيهم الرئيس والنائب.